عليكم أبطال أمير براز، رجعت لكم بفيديو جديد وتحدي جديد، والتحدي اليوم هو تحدي البوتيات الفينجرز أو البطاطس المقلية المقرمشة. مثل ما تشوفون كمية عملاقة من البوتيات، راح أحاول أكل 6 كيلوات من الفينجرز بهذا التحدي. 4 أكياس، كل كيس وزنه كيلو ونص من البوتيات الفينجرز الحارة، وطبعا راح أكلها بصلصة الدوريتوس. هاي الصلصة المستعملة بشبس الدوريتوس، مختلف النكهات، جبت 4 نكهات مختلفة، كل تشيز راح اخلي عليها نكهة مختلفة. طبعا هنا عندي ساور كريم، يعني هذا الكريم الحامض، تعرفون شبس الدوريتوس بيه هواي نكهات، وهذا طبعا الحار، وهنا عندي الجبنة الحارة، وهنا صلصة همين حارة بس حرارة خفيفة، وجبت طبعا كاتشب والصاص الخاص بالفينجرز. وراح ابدي طبعا افرغ البوتياتا. هنا انا عندي صينيه لان الكميه كلش كبيره، وهذا اول تشيز. اوه كميه رهيبه، بعدها حاره طبعا توني جبتها وجيت بسرعه. وهذا الثالث، وهذا التشيس الرابع، هم راح افرغه. اوه ثقيله. وراح ابدي اضيف طبعا الصلصات عليها. اوه واو، ريحة الدوريتوس المعروفة. هاي جبنة الناتشو، عيب ناتشو تشيز، كراجل كبير. واو فتشي خيالي. طبعا سويت دوريتوس على طريقتي الخاصة، احاول انزل كل الجبن وما ابقي بها شيء، لان صراحة هاي الجبنة طعمها خيالي. وهذا الساور كريم. قوي. ريحته تخبل. صراحة وجبة تاريخية، اليوم راح استمتع بهاي الوجبة. وهاي الفلفل، وأخيرا الصلصة الحارة. ما جاي ينفتح عندي، مشكلة فتح الصلصات تعبني. ريحتها كلش قوية من الفلفل. وراح ابدي ادخل بالتحدي، بسم الله. جبل 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 من البوتيتا يا ابطال، احتار منين ابدي. واو. الطعم خيالي يا ابطال، صراحة الطعم من اروع ما يكون. صلصات الدوريتوس اختلطت ببعضها. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. وشكلت فد نكهة خيالية.
يعني صراحة أنصح الدوريتوس أوكي. شركة الدوريتوس أوكي. إنه يسوون شيبس بالبوتياتة أوكي. يعني تعرفون أنتوا شيبسة الدوريتوس مصنوعة من الذرة مو من البوتياتة. يعني أنت الحين فاتح موضوع الحين. مو من رقائق البطاطس. يعني من أنت مثلاً مخترع الفانيلا التعلاقة مكتشف الجواري بالربع مثلاً. وينهم عشاق البوتيات؟ اكتبوا لي بالتعليقات. بدأت تبين حرارة الصاص شوي شوي. زيد ما تاكل ما جاي يبين بيها كمية كلش كبيرة. 6 كيلوات هنا هنا 6 كيلوات بوتيتا صافي وعليها الصلصة. الصلصة 4 صلصات كل واحدة وزنها 300 غرام يعني اكثر من 7 كيلوات ويا الصلصات. صراحة تحدي صعب. البوتيتا بيها نسبة ملح ومقرمشة تأذي الحلق. هسه اجى وقت الكاتشب يا ابطال. وقت الصاص الخاص بالبوتياتا. دي ان جاي احس بيها شوي يابسه. ما هذا من الفتح. يلا مو مشكلة. هذا الصاص رهيب. مال البوتيتا الأصلي. هو اختصاص بوتيتا حتى راسميلكم عليه بوتيتاية. يلا. هسه الشغل اللوز. أريدكم تكتبوا لي التحديات اللي تردوني أسوي لكم إياها بالتعليقات. مش قد ما بيكم كتبوا تحديات اعطوني افكار ساعدوني. اريد كل واحد يكتب له فد 3 تحديات كتبوهن وان شاء الله اسوي لكم اياهن كلهن. تقولون راح اقدر افوز بهذا التحدي؟ اكتبوا لي توقعاتكم بالتعليقات. وقفوا الفيديو ونزلوا جوا اكتبوا تعليقات. بالنسبة لاصوات الاكل الحقيقية راح ابدي اسوي فيديوهات للي جاي يطلبون من عندي اصوات الاكل. طبعا هواي اشوف تعليقات. سويت انا كم فيديو وبعد ان شاء الله اطورها اكثر واكثر.
راح يخلص عد الشحن يا ابطال. الكاميرا جاي تطي عاز. اخيرا تحدي من اصعب ما يكون. قاعد مثل ما شفتوا يا ابطال امير بروز قدرت افوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف. طبعا اكل 6 كيلوات من البوتيتا الفينجرز بصلصه الدوريتوس المتنوعه. بنهايه هذا الفيديو اشكركم على المشاهده، وراح اخلي لكم هسه اعلان خاص بموقع نيوتشيك للتسوق عبر الانترنت. طبعا تعرفون احنا مقبلين على فصل الشتاء، وهواي من عندنا راح يحتاج ملابس شتويه. طبعا هذا الموقع انصحكم انه تزورونه وتشوفون البضاعه، بضاعه مناسبه بارخص الاسعار ونوعيات ممتازه. شوفوا الاعلان وكل الروابط والتفاصيل راح تلقوها بصندوق الوصف بالديسكريبشن. هذا الفيديو طبعا خاص بالملابس الرجاليه الشتائيه. شوفوا الفيديو وان شاء الله تعجبكم هاي المنتجات، منتجات موقع نيوتشيك. الروابط كلها مثل ما قلت لكم بالديسكريبشن. اللي ما مشترك بالقناه يشترك ويفعل الجرس ويصير واحد من ابطال امير بروز. التقيكم بالفيديو الجاي وبالتحدي الجاي، وتحدي اصعب وعقاب اصعب. مع السلامه.